لكن في ناس بتحب تشوف الفيديوهات دي وتعملها بالفعل. لكن سؤالنا النهاردة هنجاوب عليه بشكل علمي أكتر ومن الخبرة بقى، يعني اسألوا أهل الذكر زي ما بيقولوا يعني كده. ونروح لدكتورة مروة نوح، استشاري التغذية العلاجية اللي مشرفانا في الاستوديو، عشان نعرف ازاي نقدر نعزز يا دكتور من الوجبات. بعد صباح الخير طبعا، صباح منورانا. الفل. صباح الخير عليك. ازاي نقدر صباح الفل. الوجبات اللي بتتعمل اللي احنا بنتفرج عليها على الفيديو دي تبقى وجبات هيلثي، وجبات مفيدة لينا، يعني ما اتفرجش على حاجة فاست فود واحاول انفذها بالزبط. تبقى سعرات حرارية عالية تضرني اكتر برضو. يمكن في الفترة الأخيرة أغلبنا كان نيوتريشنست ابتدينا على السوشيال ميديز أو في البروجرامز في التلفزيون نبتدي. أنا كان بطلع أطبخ، يعني أنا مش طباخة خالص، بس بطلع أعمل. كان هدف القصة إن أطبخ الأكل زي ما تقول حتى لو إحنا بنسميه جانك فود، إزاي بطريقة تفيد جسمنا وتفيد ولادنا وتفيد صحتنا. إيفن الخضار والفاكهة، إن أغلب الولاد ما بقوش، بقت موضة الولاد ما بيحبوش الخضار ما بيحبوش الفاكهة، إزاي ندخلهم في أكلات شبه بتاعت بره أو شبه الحاجات اللي بيحبوها، بحيث تديني العناصر الغذائية وتبقى مفيدة وما تتخنش، لأن نسبة السمنة طبعا عند الأطفال والكبار يعني عالية قوي. فالحاجات دي مهمة جدا. فهي مش فكرة إن إحنا في جزء إن إحنا نوفر، لأن الحالة الاقتصادية بتبقى ساعات التكلفة أقل بكتير، التكلفة أقل بكتير، ونوفر ونعملها صحيه بحيث ان احنا نستفيد، ما تبقاش امتي كالوريز او سعرات فارغه، يعني حتى لو فيها سعرات تبقى سعرات مفيدة من مصادر غذائيه مهمه تفيد جسمنا وجسم ولادنا، فدي مهمه قوي. صحيح. يعني عايزين نتكلم عن، للاسف عشان حياتنا بقت سريعه جدا وكلنا عندنا، كان يعني كان زمان معظم الامهات مش بيشتغلوا، فكان في وقت ان احنا نقعد ونعمل اكلات صعبه شويه. النهارده ما فيش وقت قوي لده، فالأمهات والآباء الاثنين بيستسهلوا شوية، والجانك فود بقى من أكتر الحاجات يعني عامل مشترك ما بين معظم البيوت. فعايزين نفهم بقى الناس قد إيه ده خطر على الأطفال، يعني خلينا نقول صح. يمكن البسنت يعني دلوقتي حتى الإحصائيات، نسبة السمنة في العالم وانا بتكلم في مصر تحديدا، نسبه السمنه في الاطفال عاليه جدا، نسبه الامراض، ويمكن الفقره اللي بتتكلم وكنتوا بتتكلموا على حكايه الحمل والست قد ايه صحتها بتفرق، يعني احنا بندرسها كده، بتدرس الاكل اللي بتاكله بيفرق في صحه ابنها على المدى الطويل. ايفن الرضاعه الطبيعيه بتفرق في تجنب الامراض والسمنه على المدى البعيد. اصلا عملوا دراسه كمان لقوا ان الاجنه دلوقتي بيتذوقوا الاكل، وده بيأثر على تذوقهم في المستقبل. دي حقيقه. فقصه اللي هي الحياه السريعه انا شايفاها مش مبرر قوي. اول حاجه بندفع فلوس كتير قوي، تاني حاجه بقى في متوفر دلوقتي في الحياه السريعه، السوبر ماركت كلها تلاقي الخضار متنضف ومعمول، مش عارفه انت هتسويه. بتلاقي ناس بتعمل اكل بدل ما بنجيب اكل الجانك فود، ناس بتطبخ اكل الصحي الطبيعي بتاعنا. هو احنا قصه الباميه والسبانخ والملوخيه اللي احنا اتربينا عليها مش موجوده، طبق السلطه اللي كان موجود مبقاش موجود، طبق الفاكهه اللي كان بيبقى محطوط مبقاش موجود، بقى محطوط بسكوتات وحلويات للاسف. فبقت الولاد على طول منجذبه ناحيه الحاجات دي. الحاجات دي بتعمل حاجتين زي ما كنا بنتكلم، تعمل ادمان، طعمها احلى، طعمها حلو وسريعه، وبقت في المدارس الحاجات دي وفي النوادي. فالولاد داخله في دايلما غصب عنهم. اتليست في البيت الامهات لازم تعمل مجهود، حتى لو بيشتغلوا مره مرتين في الاسبوع بنطبخ. احنا في الاكل بنجيبه من بره مش رخيص، فلو حتى دفعنا فلوس دي لحد يجي يطبخ اكلنا الطبيعي. الولاد تملي بتتعود على اكل البيت، لو هم كبرانين ان احنا بنطلب واحنا قاعدين بالليل دليفري ايا كان، وبقت سهله جدا ومن ابس والدنيا لطيفه جدا، الولاد بتكبر كده تتعود على التيست ده. تيجي بعد كده تقول لك كلي باميه ورز، يقول لك لا، يعني بيجي لي في الاعداد كده بالنسبه له مش متعود عليه. الامهات مش راضيين خالص بيطلبوا. طب هما بيطلبوا منين؟ طب ما التعود ده من هما صغيرين. الاولاد بيكبروا بيفرطوا شويه مننا، في سن بيبقى كبروا، بس لو متعودين في مرحله الطفوله ان هما لسه تحت ايدينا ان الاكل الطبيعي بتاع الاسره في البيت ده اللي موجود، هما اوريدي لا بيعرفوا يطلبوا ولا بيعرفوا يستخدموا ولا بيعرفوا ينزلوا يشتروا ولا معاهم فلوسهم، صدقوني بتكبر على كده. لان احنا برضو بيجي لنا الاذر سايد في العياده، ان الولاد واخدين بالهم من صحتهم جدا، بياكلوا كويس جدا، بالعكس بيجوا العيادات. يعني اهاليهم عملوا ايه عشان يعملوا كده؟ اول حاجه انا بشوف الجيل ده عنده وعي يمكن اكتر من جيلنا بكتير، الانترنت والفتحه على العالم كله، فعارفين كويس قوي الاكل الصح ومش صح. لو عايزين يطبخوا اي اكل صحي يفتحوا الانترنت من اي حته هيعرفوا يطبخوا. عارفين كويس قوي الفوائد الغذائيه، بيدرسوا الحاجات دي دلوقتي في المدارس.
فالفرق ان بيقول لك انا بحافظ على صحتي. بنشوفهم دلوقتي حتى كمان في السوبر ماركت الكبير، لما بروح بلاقي الجيل اللي حضرتك بتكلمي عليه ده ماسك الحاجه فاكت. يبص بالظبط يشوف القيمه الغذائيه بتاعتها ايه. يمكن احنا عمرنا ما تعودنا على ده، والثقافه بتاعتنا ما نعرفش اصلا موجود. دلوقتي بقت باي لو لازم تبقى محطوطه على الحاجه. ليه؟ لاهميتها، لان انت لازم تبصي على الحاجات اللي بتضر جسمنا الاول. نسبه الدهون، نسبه السكر المحطوطه، نسبه المواد اللي احنا المحفوظه اللي محطوطه، كل الحاجات دي بتاثر صحيا وبتجيب امراض اللي بتبقى عبء على الاسره وعبء على الدوله. مش كده هم في العالم كله بيحاربوا السمنه ليه؟ لانها بقت عبء، بتجيب امراض، مرض الامراض اكبر. والسمنه اصلا بتيجي، احنا السمنه بنسميها سوء تغذيه على فكره. احنا واخدين فكره ان سوء التغذيه دي اللي هم الناس الرفيعه اللي ما بتاكلش. السمنه سوء تغذيه لان بتخن من حاجات زي الجانك فود اللي هي سعرات فارغه اللي بنسميها انتي كالوريز، فجسمي بيتخن بيتعرض للامراض، وباخد مواد غذائيه لا فائده لها فبتعرض للامراض، لان جسمي ما بيكبرش ولا بيتكون بصوره صحيه، فهي دايره لازم تتقطع. طيب احنا كاميرا صباح الخير نزلت الشارع وسالت الناس الاكل المطبوخ ولا الاكل الوجبات السريعه، ايه الاكله اللي لو شفتها على الترابيزه الاكل مستحيل تاكلها؟ تعالوا نشوف الناس قالوا ايه في الشارع ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور اللي منورانا في استوديو النهارده. اتفضل يا دكتور. السؤال المعتاد كل يوم لكل الناس اللي بتحب الأكل، هناكل النهاردة؟ وتبدأ بقى الاقتراحات لحد ما نستقر على أكلة معينة. بس هنا بقى، يا ترى أنت من الناس اللي بتحب الطبخ ولا الأكلات السريعة؟ ولو في أكل معين أنت ما بتحبهوش وفجأة اتعزمت في عزومة ولقيت الأكل ده موجود، هتتصرف إزاي؟ تعالوا بينا نسأل الناس ونشوف هيقولوا إيه. عايز أسألك بقى، بتحب الطبخ أكتر ولا الأكلات السريعة؟ لا، الاكلات السريعه طبعا. اكل البيت مميز غير الاكلات السريعه، الاكلات السريعه دي دمرت الاطفال. طبخ في البيت بيبقى احلى وكده وليه طعم احسن من بره. الطبخ طبعا احسن، يعني الاكلات السريعه دي الاولاد ممكن هو يكون بيحبوها، يعني على اساس تبقى يعني خفيفه ومبقاش يحب له الاكل التقيل شويه. يعني بحب الطبخ في البيت طبعا، لان الطبخ في البيت بتبقى انت اكل انت عارفه عامله ازاي وفي ايه. لا، الطبخ طبعا افضل. بحب الطبخ في البيت، انا اصلا عندي مشروع من البيت وبعمل اكل من البيت. طبخ ليه بقى؟ عشان بيبقى اكل صحي في البيت اكتر، بيبقى احسن، واحسن من اللي بره. وما تضمنش اللي بره ده بيبقى معمول من ايه ولا اللحوم بتاعته ايه. لا طبعا، الناس اللي في سننا لازم يحبوا الاكل في البيت اكتر. اكيد اكيد طبعا، اكل البيت طبعا صحي، واكيد طبعا بيبقى فيه طعم مختلف. وما ننكرش طبعا الفاست فود فيه اكيد بيلحقنا وقت الجوع، وفي مطاعم اكيد يعني فيري فيموس وليها نكهات وطعم مميز طبعا. هل في صنف خضار معين او اكله معينه ما بتحبهاش؟ لا ما فيش، يعني الحمد لله كل اكله ليها طعم وليها مذاق وليها لذه لوحدها. يعني كل الخضار بحبه الا الخبيزه بس. انما اي خضار تاني بحبه الحمد لله تمام. البتنجان المطبوخ ده اكتر حاجه ما بحبهاش ابدا. خبيزه يعني عشان يعني عملها صعبه شويه، هي مش صعبه بس هي ما بحبهاش، يعني ما تعودتش عليها من صغري. يعني كوسه والسبانخ. الباميه ما بحبهاش خالص. مثلا السبانخ اعتقد الناس كلها ما بتحبش السبانخ. كرشه والحاجات دي ما بحبهاش يعني في الاكل بالذات. كوارع والفشه والممبار والحاجات دي غريبه. مالكيش في الحاجات دي خالص بقى. لا لا لا، ماليش فيها خالص، دي ملهاش لازمه بالنسبه لي. في ناس ثانيه طبعا ده عشقها، لكن انا لا ماليش فيها. دلوقتي في عزومه ولقيت الاكل اللي موجود ما بتحبهوش، هتتصرفي ازاي؟ لا هاكله، يعني اصل كله بحبه يعني، فمفيش حاجه ما بحبهاش يعني، هاكلها كده، هاكل منها حاجه صغيره كده وخلاص، يعني ما احرجش الناس اللي موجوده يعني. لا طبعا همتنع عن الاكل يعني اكيد يعني. اجامل باي اي حاجه هاكلها كده وخلاص يعني لحد ما اروح برضه. يعني اعمل نفسي ان انا باكل وكده ما كملش يعني عادي، كانه عشان ما نحرجش الناس اللي احنا عندهم وكده. كل اكله بحبها الا الكوسه والسبانخ، يعني كل حاجه باكلها الحمد لله. لو في العزومه دي لقيتي فيه كوسه وسبانخ هتعملي ايه؟ لا مش هاكل طبعا. مش هاكل. هتديها سلطه، هو ده الحل الافضل يعني، اكيد يعني في سفره هتاكله من السلطه، فبتبقى السلطه هي الحل الافضل.
دكتور مروه، يمكن تابعنا ردود فعل الناس، شفنا عندهم وعي. لسه كنت هقول انا انبهرت بالوعي، فاهم يعني كله عنده وعي، كله بيتكلم على الاكل في البيت. ويمكن الجيل الكبير انا مش مستغربه، لان فعلا هم مش بيستصيغوا الاكل بتاع بره. الجيل الصغير عارف، بس تحس عشان التلفزيون فطلع واعي. بس كان الخوف بس ان يكون الوعي ده امام الكاميرا فقط يعني. لا، هو كله عنده وعي. بص يعني عارفه، ما حد يقول لك كله عارف الصح من الغلط. كوني بعمل غلط مش معناه اني ما اعرفش الصح. وانا عارفه الصح، بس زي ما بنقول الحياه والاكل طعمه حلو وبيعمل ادمان واسهل، واحنا في الشغل طول النهار فبنستسهل. بس هي سهل جدا تنظيمها لو حبينا زي حاجه. فبالذات الولاد، لان الولاد يا جماعه فتره نمو بجد. الامهات لو تعرف ان مش حكايه تخن ورفع، اصل ممكن يبقى الولد جسمه كويس فالامهات شاريه دماغها او الاباء. لا، هو الموضوع مهم جدا، انه فعلا فعلا بيقيهم من امراض على المدى البعيد، الامراض اللي زادت بصوره رهيبه، حتى الامراض الذهنيه والعقليه. كتير جدا دراسات كتيره قالت انها بتيجي من اكل الام الغلط. زي ما كنا زمان نقول الادويه بتاثر بطريقه معينه، الاكل كمان بيأثر. هو حتى طلع كمان وهي حامل طبعا، يعني ده من الحاجات طبعًا الغلط. فهو مش الادويه بس، والاكل كمان. فدي مهمه. طيب يعني بصي، برضو انا مش قادره اتحامل بصراحه على الامهات والله بجد. ولا انا طبعا صعبانين عليا. احنا بنحاول نساعد يعني اتليست ايه، بدل ما تبقى ايه 50% صح و 50% غلط، نحاول نخليها 80% صح. خلينا نديهم روشتة ازاي يقدروا يحببوا اولادهم في الخضار، لان هم كمان بيعملوا اللي عليهم. ما نقدرش نقول كل الامهات مش انا خالص، ما نقدرش نقول ان كل الامهات برضو بيستسهلوا طبعا. لا، في امهات بتبقى عايزه تدي لاولادها خضار وبتحاول تدي لاولادها خضار، وهم الولاد بيرفضوه. وانا بشوف بعيني اطفال صح، يعني ربنا يكون في عونهم. يعني بص، احنا تملي كنا بنقول في الحته دي لازم بيبقى في مجهود زياده للاسف شويه، زي ما بنقول التعود في البيت. الطفل بيقول لك لما بقدم له الحاجه ابطو 15 مره، ممكن المره 15 يقبلها. ده كانوا بيعلمونا كده. يعني تقول لي ايه، نديهم تفاح مره 2 3 خلاص مش عايزين خلاص. لو اتقدم بطرق مختلفه للمره ال 15 بيتقبل بعد المره 15 بالظبط. فعلا طبعا، ده هم علمونا كده، مش اراء شخصيه. بمناسبه ده، واحنا مقبلين على فصل دراسي جديد، ويمكن دي ازمه انا هحكي حضرتك عليها كده. زي ما قلت لحضرتك، كانت عند اخويا، يعني اخويا ومراته بنته داخله مدرسه، كان مطلوب منهم اللي هو ما يروحوش غير لاكل غير مصنع. صح. عاوز اقول لحضرتك، فضلوا يوم كامل هنعمل ايه وايه الساندوتش اللي هنديها لهم، ما فيها او نجيب. شفت الصعوبه، لان حياتنا بقت كلها كده، كلها مصنعه. اول حاجه الروشته اللي احنا نقولها بقى للناس سريعا لاولادهم، يدخلوا بيهم اللانش بوكس في اكل صحي. اول حاجه، كون ان المدرسه نفسها تمنع، ده في حد ذاته وعي وعي وخطوه عظيمه، لان الاهالي هتضطر تفكر هم كده كده هيشتروا، كده كده هيوضبوا لانش بوكس، وكده كده كل حاجه هتتجاب. فكون ان المدارس دي بقى اللي عايزين نعمله بعد كده، يبقى في وعي في المدارس الدوليه والمحليه ان ممنوع الحاجات دي تتباع او تتجاب من بره. فكده انت حددتي الولاد نص اليوم بره اصلا، ونص اليوم في البيت. احنا بنتحكم، ما بنجيبش الحاجات دي في البيت، نخلي الحاجات الضرر مش نحرمهم. يوم في النادي، يوم جمعه خارجين، يوم عند حد، مفيش مشكله خالص، مفيش حرمان، بس مفيش اعتداليه، لان ما بتعتدي خلاص العادي بيروح. محمد صلاح وكريستيانو رونالدو كانوا بيقولوا بيدوا لاولادهم شوكولاتايه كده حته كده كل يوم جمعه بالظبط. وده اللي المفروض يبقى موجود. احنا عندنا بن ايه، حبيب قلبي اعمل الواجب بتاعك وهجيب لك وجبه ايه، اعمل الواجب بتاعك وهديك بار شوكولاته عامل ازاي وهديك كيس مش عارفه ايه عامل ازاي. فمعودين الولاد ان دي الريورد، دي الجايزه، ده الحلو الحافز. لا، ولازم يعرفوا ان ده الوحش، واحنا بناخده بس استثنائي علشان هو ده اللي مضر او ممكن يضايقنا. بالنسبه للمدرسه، لازم يبقى فيها كل الولاد في الفتره دي، فتره نمو، محتاجين عناصر غذائيه اساسيه. ويمكن البنات كمان عشان فتره تدينا، زي ما كنا صدفه بنتكلم على الامراض، الكالسيوم. الولاد فتره الاطفال دي اكتر فتره الجسم محتاج اكتر مني ومنك ومنها، لان بنبني الجهاز العظمي بتاعنا، محتاج نسبه كالسيوم عاليه جدا. صحيح. ده بيجي منين؟ من منتجات الالبان كتير قوي. الولاد دلوقتي ما بيحبوش اللبن قوي، لبن، زبادي، الجبن طبيعيه، مش الجبن المصنعه لانها فيها دهون. الجبن بس المطبوخه، الجبن المطبوخه والحاجات دي طبعا ما فيهاش فايت، فيها دهون اكتر. من كمان الخضروات والفاكهه فيها كالسيوم. هتقولي هندخلها ازاي؟ ممكن ندخلها في حاجات تانية كتير. يعني يمكن من الطرق اللي كنا بنعملها ان احنا ممكن نعمل مثلا زي ايس كريم في البيت بصوره لذيذه بالفاكهه الطبيعيه. فهنضرب الفاكهه، ناخد الولاد معانا يشتروا الحاجه دي، بتشجعهم جدا.
بناخد الاولاد معانا السوبر ماركت، نقي معايا الفراوله، نقي معايا الخيار، نقي معايا الطماطم، نقي طبق عايز تاكل فيه، نقي قطعه لذيذه نقطع بيها. بجد الحاجات دي بتفرق مع الاولاد جدا، ولما بياخدوها في المدرسه بتبقى لعبه زي زمان. فكره البسكوت الاشكال لما كنا بنجيبه نلعب بيه، او المكرونه الاشكال كانت لعبه، كنت كنتش مكرونه هتشربها عشان اطلع حروف اسمي مثلا. الحاجات دي بتفرق قوي ان انا احبب الاولاد في القصه، انهم ينقوا معايا الحاجه، يقفوا يحضروا معايا، قطعي معايا الخيار، قطعي الطماطم، نعمل طبق السلطه مع بعض. مش لازم ياكلوا كل انواع الخضار زي ما كنا بنتكلم على الخضار اللي كنا بنكرهه واحنا صغيرين. مش لازم ياكلوا كل انواع الفاكهه، بس ما ينفعش ما ياكلوش خضار خالص وفاكهه خالص. يعني نقدر نقول في الختام كده دكتور مروه ان الموضوع تعود وخارج من البيت. بالظبط، لو ده موجود جوه البيت اعتقد كده حلينا نسبه 70 او 80% من الامر ده، وما بقاش خلاص يعني دارج اللي هو الفاست فود والوجبات السريعه. اتكلم بس كلمه، اقول بس معلومه سريعه في 20 ثانيه عشان بس في 20 ثانيه. الهرمونات اللي بتكبر ولادنا بصوره صحيه وكل العمليات الكيميائيه بتحتاج بروتينات ودهون صحيه وفيتامينات ومعادن ومضادات اكسده. بالبروتين والدهون الصحيه اللي مش مصنعه والخضروات والفواكه باختصار، والمش مصنعه اللي ما دخلتش في دوره انتاج طبيعيه، ما فيهاش منتجات مش عارفين هي ايه. بالزبط. فيها حاجات مش عارفين هي ايه. دكتور مروه نوح شرفتينا ونورتينا في صباح الخير يا مصر. يعني ضيفه عزيزه دايما بنسعد بوجودك معنا في البرنامج. شكرا لك يا دكتور. صباح الخير.